السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخيرات والمسرات. هذه العنزة التهامية اللي مات ولدها، هذول اثنين أبناء عنز عارضية، سوينا لها غسيل مخ. طيب البادية يسمونه تضيير، يعني بحيث أنها تتأقلم مع هذولا، تتوقع أنهم أولادها، والحمد لله سالكة الأمور، والماعز نوعا ما حنونة، يعني ممكن أن تتقبل، يعني بس تشتغل عليها شوي وإن شاء الله أنها تتقبل، ونسأل الله البركة. هذا الأستاذ قميز على التهاميات. أستاذ قميز كيف حالك؟ هذه كانت ولدت وأيضا مات ولدها، الحمد لله رب العالمين. هذه أم السيد قفزة، هذه طلع لسانها. مبسوطات عن ذاتي؟ صباح الخير يا باش مهندس، كيف حالك؟ نجي يدور الحليب، ترى أمك هناك مش أبو زاهر. يعني مبسوط أنت؟ كويس. يا باش مهندسة، صباح الخير، صباح النشاط. يلا يلا قومي قومي، يلا ما شاء الله يا أيتها الجميلة. كويس. صباح الخير. صباح الحلوين. والله والله صباح الخير، صباح الحلوين. يلا قوم يلعب، يلا نبغى نشاط ونبغى حيوية ونبغى كذا، ما شاء الله ممتازة. يا صباح النور يا ابن المحارب اللي يعرف ابو التيس هذا ما شاء الله عليه، يعني من يوم ولد ما شاء الله عليه هو يقفز يتحرك، يعني انشط من البقية. يعني لازم نوديك عند ابوك يشوفك. كيفكم يا حلوين؟ يا صباح الخيرات، يا صباح الحلوين. كيفك انت في عيالك؟ ما شاء الله. ما شاء الله. لا زالت هذه مش متأقلمة مع عيالها. أهلا أهلا يا حبيبتي، ليش العروسة عند الباب؟ الله. طيب والنا نظافة هنا، لازم نسوي نظافة ونردم شوية تراب نظيف، لأن الأرض تبللت بالماء بزيادة، لابد أن ننظف. وأبو الهول كالمعتاد، يا أبو الهول لا تأكلني، يا أبو الهول يا أبو الهول. وش مهندس عندك ولد يشبهك ما يحتاج، ما شاء الله يقفز مثلك وحركاته جميلة. شكرا لك، إنتاجك مميز وإن شاء الله نعطيك جائزة. شكرا هوليود. صباح الخير يا دجاجاتي الجميلات، كيف حالكم؟
طبعا دائما يبيضون في فيلا رقم واحد وفي الدوبلكس. نشوف في شيء. ما شاء الله، هذا اللي عنده قرض عقاري جايبه بيضة واحدة، واللي عنده دوبلكس 2 ما شاء الله 4 5 بيضات. وانت يا اختنا دجاجتين وثنين ما شاء الله، فيلا رقم واحد مجموعة من البيضات. خلاص اجلس اجلس، حناخذهم بعدين. شكرا شكرا لتعاونكم معي يا دجاجاتي وانتاج البيض، ما شاء الله انه ما نقصر معكم. اهم شيء انه يكون في تعاون مشترك بيني وبينكم. شكرا دجاجاتي، تفضلوا 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 تفضلوا. شكرا شكرا دجاجاتي. يا صباح الوردي، يا صباح الهنا، يا صباح الحلوين، يا صباح الطعمين. ليش انتاجك على حبة حبة يعني؟ نبغى على اثنين، ولا ما غذيناك كويس؟ طيب كان عندي هنا مجموعة من الماعز كنت اشتريتها، وانا ترقيمي برتقالي، اللون برتقالي، فما بغيت انه انا اقطع الرقم القديم واحط رقم جديد، لكن صراحة انها اصبحت ضرورة ملحة انه انا اغير الارقام بحيث انها تكون مثل بعض. يعني هذه الارقام القديمة اللي كانت موجودة في اذان الماعز، والترقيم تبعي انا دائري باللون البرتقالي ودائري، فاضطريت انه انا اغير الترقيم هذا. ايضا بين فترة والثانية بعض المعزة ممكن تباع، ممكن تموت، ممكن يعني اي ظرف كان، فلذلك لابد انه نفس العين اللي معك يكون معك تكرار اخر. يعني شوفوا الرقم اللي هنا برتقالي، يا حبيبتي هلا هلا هلا، ابغى اشوف الرقم بس اذا سمحتي. طيب واحدة منكم تجي نشوف رقمها لو سمحتوا، ها حبيباتي. انت تبغى الشاي؟ طبعا هو شاف الشاي حقي ومن اليوم هو يشغلنا عليه. والله حار يا عساف، والله تستاهل والله، بس انه حار. خلينا نشوف. يعني يمشي. يلا يلا، حار يا ابن الحلال، حار حار. شو الشاي دخل. خلاص خلاص يلا انزل. طيب نروح نشوف لنا كوب ثاني. الآن نبغى نفرغ الموقع هذا من الحمام. جمعنا هنا 30 حمامة، هنا 30، وباقي 30 في الصندوق الثالث، عشان هذا يصير للدجاج فقط. الحمام أنا ما أبغى حمام، مع أنه والله الحمام ترى هنا جيد ممتاز جدا يعني، لكن أنا مالي نظر فيه. الآن أحد الأخوة الله يبارك له أخذ الحمام صناديقها كاملة، طبعا هرب منه ما يقارب يمكن 10، لكن يسير. هذا بيت الحمام، شوفوا الأرضيات كيف طلعنا الصناديق المتبقية هنا، راح نستفيد منها للدجاج. والآن نبغى الأرض ترجع زي كذا. شوفوا الخراج كيف طلع. هذه العربية الثانية من خراج سماد الحمام والدجاج أيضا. وبعد التنظيف وجدنا ديدان وشغلات هذه اللي دائم توجد في صناديق الدجاج.
هذا الأول وهذا الثاني راح نضيفه، والثالث وهكذا لحد ما ننتهي، ويخلط أيضا مع سماد الأغنام. بعد ما رتبنا طبعا هذا نخليه للدجاج، عندنا القسم الثاني هذا أيضا، بس لابد أن نعقم رش مبيد، وحتى الصناديق أيضا راح نرشها، جدران هناك أيضا. الحمام طار كاملا، أخذه صاحبنا الله يبارك له، ولكن تبقى يمكن 8 و10، فيبدو لي أنها راح ترجع هنا. مش مشكلة يعني، العدد قليل وممكن نمسكهم في أي وقت آخر، على الله إن شاء الله. ولد هوليوود، تعرف إن أمك أقدم عنز عندنا هنا في المراح؟ أهلا يا سيد قفزة، ما شاء الله بدينا نعزل الديكور من أجل التسمين والبيع، واللي نلاحظ إنه ممكن يصلح فحل ممكن نمسكه عندنا. الآن عندنا حصة الري والذرة بصفة عامة، يعني أساسا هي تنمو على الأمطار، يعني ممكن كل 10 15 يوم تروى مرة واحدة. بما أنه الماء موجود، لو كان منتظم كل 5 أيام يعني نوعا ما جيد، وأيضا على حسب كمية الري. هذا الماء مع سماد الحديد الإديها، تحضر الماء أحمر، يعني هذا الماء صافي، مجرد نضيف شوية حديد تحول الماء إلى أحمر. حان وقت حش البرسيم، قاعدين نحش برسيم، نعبي عربيتنا ونطعم أغنامنا. حشينا الحوض هذا كاملا، عبينا العربية، هذا الرد الثالث، نطعم الأغنام، وأيضا راح نستفيد منه. احنا نحتاج كمية حليب عالية عشان عمليات المواليد، نسأل الله التوفيق. هذه فرامة أو جراشة لعسيب النخل، والناس تسمي فراماته أم عابس أم التدمير، احنا لابد ان نغير ونطور، لذلك انا سميتها حنان، يعني من الحنان والمحبة. يعني ليش دائما تدمير وتكسير طيب هذه بداخلها شفرات، هذه شفرة، 2 3 تحت 4، ايضا فيها هذا. حقيقة هي تفرم بشكل جيد، ولكن ليس المأمول، أيضا الأمان فيها ليس عالي، لذلك ما أنصح فيها، هي على هيئة برميل كذا. لكن هي للأعشاب الخضراء جيدة، لعسيب النخل مش مأمونة، لذلك ما نغامر بأشياء مثل هذه. وأيضا السمك لو تلاحظون هنا مش عالي جدا، مش عارف يبدو لي 3 ملي أو 5 ملي، مش عارف يعني، لكن ليس السمك المأمول. لذلك احنا نستخدمها للأعلاف الخفيفة الخضراء، وأيضا هذه الفتحة بحيث أنها تخرج، أو أن نقفل من هنا. إن شاء الله راح نستخدمها، بس قص الأعلاف اللي عندنا زي الذرة، وبعد ما نشتغلها هنا على طول نوديها للأغنام. روينا ولله الحمد،
باقي عندنا القطعتين الأخيرة، نرويهم وكذا إن شاء الله نكون أول عملية ري بعد سفر دلور باي. طيب هذه نبغى نشتغل عليها، عندنا قطعتين زي هذه أو شربين نفس الفكرة، راح نشتغل عليهم وإن شاء الله عند الله كل خير. مع أنه أنا والله أنتظر أحد الأخوة الكرام كان راح يجيب بوني كام، لكن لازم ننتظر لشهر 2، لكن ما يمنع. الأرض هنا نوعا ما حمراء، لكن هنا بيضة، تشوفون أثر الملح، لكن بعون الله سبحانه وتعالى راح نتغلب على هذا وعند الله كل خير. اللهم إنا نسألك من فضلك وبركتك. طبعا احنا حتى عسيب النخل نفرم فيها، لكن اشوف انه من الاسلم نكتفي بالاوراق الخضراء. هذه الشهيرة بحنان. طيب راح نفتح هذا ونشوف. بشير بشير تذكر فك الكيس. نشوف وش اعطتنا. طبعا احنا حاطين هذه علشان اساس انها ترمي هنا، لكن قلنا نجمعه في الكيس مباشرة افضل. وزار لابس جوانتيات. تشوفون بفتح كيس بشير. هذا اخضر رطب. طيب راح نحاول ان نعمل له تكعيب او ان نعيده مرة ثانية ونكعبه قدر الامكان. طيب طلعنا الكيس. هذا رودس برسيم وذرة صفراء، جرشناهم مع بعض يعني بالشكل هذا. الأغنام راح تفلها وأي ما فلها يقولون واو. طيب بس القطع الكبيرة اللي زي هذه مقلقة في الفرام في حقة مكبس الأعلاف، لكن الصغار الباقيات يعني مقبولين. الآن راح نشغلها بدون الكيس ونشوف وين ترمي. بسم الله. ورمته هنا كاملا، لذلك لابد ان نحط لها كيس. هذه الدفعة الثانية فرمنا معها برسيم اخضر. هذولا بيسوون ملوخية الاغنام. هذا البرسيم الاخضر اخذناه فرمناه هنا، تلاحظون مكينة مليانة برسيم اخضر. هذا المكعب الاستثنائي، برسيم رودس ذرة صفرة وأيضا برسيم أخضر. راح نشوف عنزاتنا مع البرسيم الاستثنائي أو المكعب الاستثنائي. شيخ المكعب وزاهر هجوم على العنزات. يلا يا عنزات نشوف مدى القابلية. مضاربات.
اكيد شغل ابو زاهر. طيب نغير الاجواء شوي. كيف المكعب الاستثنائي؟ لا كيف عن ذاتي، قولوا الصدق، يعني نحتاج انكم تقيمون لنا المكعب الاستثنائي سيد دوري الاستثنائي. خلاص خلاص احنا اقتنعنا الان انه نمبر 1 المكعب الاستثنائي. طيب نقفل الباب. اصبروا عن ذاتي، اصبروا عن ذاتي، اصبروا اصبروا عن ذاتي. انه ابداعات ابو زاهر العالمي، ما يحتاج. هلا هلا ولد المحارب، تبغى تشوف ابوك؟ يجب ان نوديك البابا تشوف بابا. ها المحارب، جبنا لك واحد مقلع. يلا 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 شوفوا، اسد ما يهمه لا محارب ولا شيء، بطل. يلا رح سلم على ابوك، بر الوالدين، حب خشم ابوك. يلا همش يروح الحين، يبغى يرضع من ابوه، ما يدري وش الموضوع. طيب الى هنا ان شاء الله نكون وصلنا نهاية اعمالنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم. اليوم اشتغلنا شغل كثير، وغدا اجمل بعون الله سبحانه وتعالى. اللهم ان هذا منك فضل وبركة، اللهم بارك لي فيما رزقتني، واغفر لي وارحمني، وبارك لي ولإخوتي وأخواتي.